يعني التجهيز للبطولة بيختلف بقى عن التجهيز الفطار في المطبخ ده طبعا. السؤال اللي دايما بسأله دايما ليكم، فاكرين؟ ايوه. مين فيكم اللي بيحب يخش المطبخ اللي بتحب تخش المطبخ اكتر؟ انا. طيب حلو قوي. دي حقيقة، بس احنا مشكلة ان احنا عشان عندنا بطولة بعد يعني بعد رمضان على طول. فانا يعني احنا اتمرن قبل الفطار، فاحنا تمام. لازم نرجع بنلاقي الفطار جاهز. فحتى دي منعني ان انا ادخل المطبخ دلوقتي. يعني خلاص ممنوع دلوقتي تخش المطبخ. مش بلحق يعني، احنا بنرجع يعني بنرجع يكون ماما مجهزه لنا الفطار، عشان خلاص احنا اوريدي بنرجع بعد المغرب بكتير يعني.